بسم الله. بعد ما عملنا العرض بتاعنا بشكل جميل والداتا بقت جايه والنكاوب بيسلمها ال HTML وال HTML بيرصها على الشاشه وعملنا لها ستايلنج بالبوتستراب وكل حاجه حلوه، عندنا مشكله بس في الفي ام، ان هو الداتا جوه الكود. في الغالب الداتا دي بتبقى جايه من جيسون فايل او بتبقى جايه من اي بي اي، لان الام في في ام عشان ندي عنه فكره، في عندي فيو وعندي فيو موديل وعندي موديل. الفيو بيتربط الداتا ما بينه وما بين الفيو موديل، الفيو موديل بيجيب الداتا والفيو بيعرض الداتا خلاص، والداتا بتبقى رايحه في التو ويز يعني، دي بيسميها البريزنتيشن لوجيك لير. لكن في بقى عندنا المفترض يبقى في عندنا حاجه اسمها الموديل، دي البيزنس لوجيك والداتا ذات نفسها. فاحنا عايزين نعمل الداتا بقى عشان يبقى دي يبقى ام في في ام بقى بجد ونكمل بيت السايكل بتاعتنا. فالمفروض الداتا تتنقل لموديل، فانا هعمل ايه؟ هعمل فولدر بره خالص كده اسميه المودلز عشان احط فيه بقى المودلز بتاعتي ماشي. فهعمل كده كليك يمين واعمل فايل جديد وهسميه مثلا الكاستمرز دوت جي اس عادي. ده هيبقى شايل الداتا بتاعتي، ده هيبقى شايل البيانات بتاعتي، يبقى كده ده الموديل بتاعي حاليا مؤقتا لغايه ما ان شاء الله برضه هنكبر تاني لسه مع بعض. فقمت قايل له ايه؟ عملت اوبجكت واديته، اديته اول حاجه قلت له كاستمر داتا. كاستمر داتا ديت عباره عن اري خلاص، بيانات العملاء بتوعي عباره عن اري. وابدا اعمل الاوبجكت بتاعي، ادي اول اوبجكت هبدا ادخل بيانات كتيره شويه واظبط الدنيا. عملت ايه؟ اول داتا عندي كانتري وقلت له مثلا الكانتري بتاعتي ايجيبت، يبقى دي اول ايه؟ اول اتريبيوت جوه الكاستمر داتا. في الايجيبت ديت دخلنا بعد كده، دي اول اتريبيوت. تاني اتريبيوت هكتب بقى ايه؟ الكاستمرز. فانا عايز احط بقى في ايجيبت احط كل الكاستمرز بتوعها، وبعد كده اخش على الدوله اللي بعدها كل الكاستمرز بتوعها. فعملت الكاستمرز اللي جوه الكاستمر داتا اري، وقمت عامل اول اوبجكت فيها هديله بقى شويه داتا. احنا كنا داخلين الكاستمر نيم، الكاست نيم والكاست ايمج. المره دي بقى ادخل شويه حاجات، فقلت الكاست ان او مثلا 10 10 10 واحط مثلا الكاست نيم، اديله اي اسم من الاسماء، اعمل برده اتريبيوت ثانيه اسمها كاست نيم واديله مثلا اسم من الاسماء مثلا وليكن محمد النجار، واخش على الاتريبيوت اللي بعدها عايز نزود شويه اتريبيوتس مثلا التايتل، اديله مثلا مستر انج مثلا دكتور مثلا الى اخره. فالتايتل اديته ام ار مستر، والاتريبيوت الثاني بعد كده الايميل بتاعه عشان برضه هنستغله ونعمل عليه شويه شغل. فهديله الايميل مثلا ام اس ان مثلا ات ياهو ات اي حاجه دوت كوم، المفروض مش كوم، المفروض نعملها سيمي كولون عشان بيساوي هي السيمي كولون. طيب بعد كده الاتريبيوت اللي بعديها هنكتب مثلا الفون مثلا، هو اكتب له اي رقم تليفون، اي رقم اي حاجه تمام. ادي الايه؟ الفون. وادخل كمان مثلا ايه؟ الجندر، ميل ولا فيميل، ذكر ولا انثى. واحط مثلا ام كنايه عن ميل يعني، واف ان كنايه عن فيميل. وممكن نحط اخر مثلا اتريبيوت عندي وليكن لسه نسينا الكاستمر ايمج اللي هي الصوره بتاعت الكلاينت يعني. فاقول كاستمر ايمج واقول بتساوي، واحط الباس بتاع الصوره، اطلع فولدر بره بعد كده ايمجز، وبعد كده مثلا 1.jpg، اقفل الدبل كوتيشن بتاعتي. ونحط لو احنا عاملين للكاستمر ده بلوك ولا حاجه، فممكن نحط له بلوكد وتاخد ترو او فولس، فانا هديها نوت مار المره دي ايه؟ فولس تمام. وادي كده داتا شويه شغل كده شويه بروبرز عشان نملى الشاشه بتاعتنا لاول كلاينت، ومعامل كوما ومحاطط تاني ايه؟ تاني كاستمر عندي في البنك مثلا، وابدا اغير الايه؟ الداتا بتاعتي، اغير رقمها اغير اسمه خلاص. عملت مثلا عملت محمد مجدي مثلا، فبقى عندي ادي الكاستمر الاولاني، وادي عندي الايه؟ الكاستمر الثاني، وادي انا طبعا بختصر عشان الوقت طبعا في الفيديو. دخلت شويه داتا، وادي مثلا احمد عمر، بقى عندي ثلاثه كلهم كاستمرز جوه الاري بتاعتي اللي تابعه لمين؟ لايجيبت. خلاص كده، دي كده اول ايه؟ اول جروب من الناس، اول جروب من الناس. طيب الاول جروب من الناس دوت انا عايز اعمل يعني انذر اوبجكت بقى جديد بكانتري جديده بعملاء جداد. فهم واخد ده كده كده كوبي، ده كله ده اول اليمنت موجود عندي، اخدت منه كوبي واعمل كوما ومحطط بيست على طول، ده الاليمنت الثاني بقى كانتري جديده بعملاء جداد ماشي. فهغير مثلا الكانتري مثلا نخليها مثلا
سعودي اريبيا مثلا، وابدا امر على البيانات بقى، اغير مين بيانات ايه، بيانات كل ايه، ما كل واحد 14، وغير اسمه واغير الايه البيانات بتاعته، احمد مثلا حسونه، او اغير و و و كده. هو بقى عندي هم جوه السعوديه مثلا، عملت احمد حسونه مثلا، غيرت مثلا ايه اسلام النوبي ادي الثاني، وغيرت مثلا اسلام بهاء الثالث، ادي كده ايه جمعت ناس بتوع السعوديه اريبيا. نفس الكلام برضو اخد ده كله كوبي واحط الدوله الايه الدوله الثالثه، بكده اكون كونت الايه، اكون كونت ايه الاوبجكت او البيانات بتاعتي. طبعا دي قفله القوس كله، لا انا عايز ايه من اول الاوبجكت ذات نفسه كله على بعضه، فاخد كده من الاوبجكت كوما ومعامل بيست للاوبجكت الموجود عندي اللي هو مثلا بتاع ايجيبت، اخد منه كل كوبي ومعامل بيست، ومحاطط مثلا ايه دوله غير الدوله، اغير الدوله بقى عندنا ايجيبت، عندنا سعودي اريبيا، عندي مثلا سوريا مثلا، وابدا اغير الداتا بتاعت مين، بتاعت برضو الناس اللي موجوده عندي. بعد ما اغير الداتا بتاعتي الموجوده عندي كده، هو احنا بدانا نعمل ايه، عملنا ثلاث دول بالعملاء بتوعهم. يعني عندي عادل مثلا ده اول عميل، عندي عويس ده ثاني عميل، عندي مثلا مصطفى ده تالت عميل، عندي كهيل ده رابع عميل، يبقى عندي اربعه في سوريا كده. هو دي الداتا الاري اللي جوه مين، اللي جوه الكاسمه كده، اكون كونت ملف جيسون ببيانات كتيره بشكل مختلف، وعملناه موديل منفصل تماما عن الايه، عن الفيوز وعن الفيو موديل، ما خلتوش ايه، ما خلتوش قطعه واحده بقى جوه الفيو موديل على بعضيه. بكده المفترض ان النوك اوت بقى تستلم الايه الجسم ده، اللي هنشوفه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.